السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي حلوين؟ ان شاء الله دلوقتي نزل معاكم المدلوقة بطريقة تحفة على طريقتي، ان شاء الله تعجبكم. بقى احلى لايك 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 حبايب قلبي حلوين، وتعالوا معايا نشوف ازاي عملنا المدلوقة ومكوناتها، ونشوف احلى حلويات رمضان. طبعا يعني انا وانا بعمل المدلوقة صراحة المدلوقة احس كده احساس رمضاني رهيب، لان طبعا المدلوقة دي من الاكلات او من الحلويات الرمضانية الجميلة، من الحلويات الشامية اللي احنا نحبها فعلا بجد برمضان. انا مكونات المدلوقة عندي ايه، وطبعا انتوا انا متأكدة انتوا هتعتمدوها عندكم وهتعملوها عندكم برمضان على طول. المدلوقة او عيش السرايا او اي حاجة سموها زي ما سموها، طبعا مش عيش السرايا بالتوست اللي هو بالسميط، تمام. انا هحتاج كوبايه كبيره من السميط، دقيق السميط ده اللي هو بتاع البسبوسه، وهحتاج طبعا المكسرات، هو يتحط لها لوز، انا هحط لها لوز وهحط لها عين جمل، وعندي 3 معالق رز مصري هطحنه، هيكون مطحون دلوقتي، وكوبايه كامله من اللبن الدافي، كوبايه كامله حليب دافي، مش لبن سوري، حليب دافي، وكوبايه كبيره قوي كده سكر، وهحط ماي زهر، مش هحط فانيليا، هحط ماي زهر. هي اصلا تتعمل بماي الزهر، وكوبايه ميه كبيره، يعني كوبايه سكر كوبايه ميه. عندي انا هنا الطاوه سخنه جدا جدا، هنزل بالسكر. شوفوا شوفوا اول ما حطيته، شايفين؟ اعتقد شايفين معايا، اها شايفينها؟ ده انت اتحركي كده، شايفين يا حبايب؟ اهي انا هنا وهي بتتعمل كده، انا هحط كوباية ماي مكان كوباية السكر، كوباية ماي كبيرة، انا كنت حاطة كوباية الى ربع سكر، شايفين؟ ابدأي حركي بالطاسة، ما تحركيش ايدك باي حاجة، انا معلقة الخشب جنبي بس مش هحطها ولا هلمسها دلوقتي، الا هقول لكم امتى نلمسها امتى نحطها. بصي شوفوا، انا ما قفلتش الفيديو، خليتكم معايا عشان اوريكم ازاي هنعمل المدلوقة بمنتهى الجمال. رخم عبودي، شايفين؟ تعملوها روعة، الريحة خرافة. شوفوا، تعالى بابا امسك هنا عشان بعد الوقت هحتاج حد يساعدني. تعالى خلك ثابت كده، خلك ثابت. فين؟ شايفين حبايبي؟ هبدأ ان انا احرك كده عشان تتوزع الحرارة كاملة، برضو مش هحط اي حاجة ولا هحط معلقة ولا حاجة الا لما كلها تبقى مساعداني اني انا ابدا اني انا احرك. ده السكر بس، انتوا خدتوا بالكم اني انا وانا قاعده اسويها خليت الطاوه سخنه جدا، اول ما حطينا شفتوا ما شاء الله عليها كرملت ازاي بثواني، ما شاء الله. دي خطوة مهمة جدا، سواء بتعملوا توفي، بتعملوا حلو المدلوقة، تعملوا اي حلو، لازم تعملوا الخطوة دي، ضرورية جدا. وطبعا وانت بتعمليها كده بتجهزي جنبك الصحن اللي ايه هتجهزي فيه المدلوقة. كاهي شوفوا، هي دلوقتي بقت مساعداني اني انا ايه، اني انا استعملها، بس لسه دقيقة واحدة. خليها ماما خليها، انا هنا بس هحتاج قالب زبدة، قالب زبدة لوربك، هاخد منه قطعة صغيرة مش كبيرة كده. دلوقتي في المرحله دي شايفين هي خلاص بقت سايله، هنزل قالب الايه، الزبده اللربك كده، واحرك بصوا بشوكتي، شايفين الشوكه من فوق،
علشان ما تحصلش معاكم اي معاناه. كده لين تدوب شيلي شوكتك. ايه عبودي تخاف منها دلوقتي. هنا بقى انت خلاص وطي نارك، خلاص انت كده خلاص تمام. ابدأي هنا انزلي بالكوب بالمية واحدة واحدة عبوية. خلي بالك ابعد عن الماء، ابعد. انا هدي الكوب المية بس هبعد عشان ابني. شايفة بالتدريج، شايفين بنات عشان ما تكلكعش معاكم. واضحة معاك يا بودي؟ شايفين؟ لو تجربوا بطريقتي هتدعولي. شوفوا شايفين ما شاء الله جميلة ازاي؟ ولا كلكعت ولا أي شيء. بسم الله ما شاء الله، شايفين ما شاء الله؟ ولا كلكوعة واحدة. هكمل بقية كوب المي بتاعي كده برضو بالتحريك البسيط. شايفين حبايب؟ يلا لين يدوب السكر كامل. خلي السكر معاكي دايب دايب خالص، ما يبقاش لي اي شيء خالص ولا اي كلكع يا روحي. شايفين؟ انا ما اعرفش صراحه اللي يتكلكع معاهم السكر ليه، مش عارفه سبب. لا اوعى تحط تخربها. تمام، احنا كده لسه بنعمل الخطوه الاولى من الايه، من المدلوقه. يلا اكمل باقي جلاس الماي واحده واحده. المكان اللي تحسي فيه الشوجر شويه ماسك ابدأي ان انت تذوبيه تماما. دلوقتي هعمل انا ايه؟ هبدأ اني انا اخد كوبايه كامله من الصميت، كوبايه كبيره من الصميت، وابدأ اني انا ايه؟ اضيفها. بس لسه شويه محتاج بعدها خليه يغلي يفوح، اول ما يفوح يبقى معايا اوكي. افضل حاجه تعملي بيها السكر المكرمل المعلقه الخشب يا بنات. الويسكر لو استعملتيه في، انا دام حطاه عشان هعمل بيه القشطه، لكن لو استعملتيه في الخطوه دي هتضايقك جدا جدا جدا. يعني دايم انا انصح اللي يجي يعمل توفي، يعمل كارميل، يعمل القدرة قادر الكراميلا، اي نوع حلو، المدلوقه، الحلى المحموس المكرمل، اي حاجه استعملي لها معلقه خشب. تمام، انا كده خلاص زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. تمام تمام تمام. هبدا اني انا احط شنو؟ احط الصميت بتاعي، بس خليها شويه تفوح. كده تمام. يلا ابدا اني انا اخد كوبايه الصميت. انا معيار يلا كوبايه، مقدار كوبايه كبيره. تمام، وهنزل فيه واقلب اقلب اقلب اهو. بس ها شايفين كده انا المدلوقه بتاعتي تحفه 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 تحفه، مظبوطه 200%. شوفوا بس مع الغليان هتبدا ان هي، شايفين ما شاء الله تتماسك شويه. معلش انا مخلياكم معايا على الفيديو علشان المدلوقه بالذات ما ينفعش اني انا اروح وارجع لكم. يعني طبقه القشطه اللي فوقها ما فيش مشكله، كلنا بنعرف نعمل القشطه بتاعت القشطه، بس اهم حاجه الخطوه دي هي اهم شيء، اهم شغله. طبعا انا هنا بدات تنشف معايا، في المرحله دي هحط الماي الايه، ماي ماء الذهب. هتحطي فنجان من ماي الذهب، يلا هو ده اللي هيكون المنكه بتاعي، مش هحط فانيليا. بسم الله حوالي فنجان بس. شنو مات الماي ده؟ هي مات. تمام كده شايفين شكلها؟ شايفين يا بنات؟ شايفين؟ عجيبة عجيبة عجيبة. حرام أنا ما مدافعش أمدح فيها أكثر من كده. هوطي ناري وأجيب الصحن اللي هحطه، أحط فيه المدلوقة بتاعتي. أنا راح أحطها هنا. يلا معايا بسم الله الرحمن الرحيم. انا كده حطيت طبقه المدلوقه بتاعتي اهيت،
اول طبقة من الصميد او الحلى حطيناها تحت. هغسل اول طبقة بتبقى كده، بصوا شايفين طرية ازاي بس متماسكة يعني. دلوقتي انا عندي هنا هحط بقى اعمل الطبقة التانية، هحط احمدك يا رب، هحط الحليب ده حوالي مقدار نص كيلو مثلا حليب، وطحنت الثلاث معالق الرز المصري، وهحط علبة الجيمر القشطة هفضيها هنا، وهحط معلقتين مي ظاهر بس لما نخلص تمام. يلا بس تمسك القشطة هرجع لكم، ضلي حركي حركي، انا هفضي القشطة بتاعتي وارجع لكم. ودلوقتي انا زي ما انتم شايفين حطيت القشطة والرز المصري وحطيت الحليب وقلبتهم على النار، هحط بس حوالي كيسين سكر لاني انا معتمدة على الطبقة الاولى مسكرة جدا، فمش عايزة القشطة بتاعتي تكون مسكرة، فهمتوني؟ تكون عدمة شوية، بس هسكرها بمعلقتين بس مش اكتر. تمام كده، تعالى عبودي، انا كده خلاص القشطة بتاعتي جاهزة. اخر حاجة هحط لها معلقة واحدة من ماء الزهر المنكه بتاعها فقط لا غير. يبقى انا كده خلصت الطبقة الثانية للمدلوقة بتاعتي اهي كده خلاص، بسم الله ما شاء الله تهبل وريحتها عجيبة. هحط لها ايه، قطعة صغيرة من الزبدة بسيطة جدا تنكه الطعم، يعني حاجة لا تسكى، شايفين كده. شيل ماما، شيل ايدك كده خلاص. انا كده القشطة بتاعتي خلاص خلصت، محركش الكاميرا، ثبت ايدك ايوه هنا عشان انا احط القشطة، ثبت ايدك هنا. هبدأ اني انا انزل القشطة بتاعتي على المدلوقة، شايفين بسم الله ما شاء الله رهيبة. بس انا دلوقتي هحطها بالبراد شوية تبرد عقبال ما احمر المكسرات بتاعتها، شايفين؟ بس هحطها بالبراد وايه وارجع لكم ان شاء الله بعد قليل. انا هنا حطيت قطعة زبدة وهبدأ اخذ من المكسرات بتاعتي احمر لوز عشان المدلوقة، هي نحط لها مكسرات كتير بس يتحمر شوية، هنزل عليها بعين الجمل واحمرهم. شوفوا حبايب انا هنا خلاص تحمر معايا اللوز شوية، شايفين ما شاء الله. انا دلوقتي هبدأ انزل بعين الايه، عين الجمل تمام اهي، شوفوا ما شاء الله. انا طبعا زودت شوية لوز لان هي بصراحة تحب المكسرات، تموت بالمكسرات، هي المدلوقة يعني تموت بالمكسرات. وبألف هنا وعافية على اللي يدوقها. هبدأ انزل بالعين الجمل وهقلب اقلب اقلب. انا هنا ليه رجعت لكم؟ عشان اوريكم التكة اللي انا بحب اعملها لما احط المكسرات. انا هطفي ناري، انا عاوزة اقول لكم هنا نقطة مهمة جدا علشان تطلع معاكم طعمها متعادل وممتاز، والسكر اللي تحت يكون من فوق برضو مع سكرة وفي النص القشطة. يبقى احنا هنعمل هنا ايه، هنعمل خطوة كتير كتير مهمة، بزيد بعد شوية عن جمل. بس خلاص كده انا هبدأ اني انا بس اقلب العين الجمل كويس، انا عندي عين الجمل محمص بس بديله طعم الزبدة عشان ياخد طعم الزبدة، لان الزبدة صراحة فيها بتكون حلوة كتير حلوة، تبقى طيبة يعني. انا كده خلاص تحمرت حلو، هبدأ ان انا اعمل الخطوة اللي بقول لكم عليها، هي ايه، هاخد شوية من الشيرة واحطه كده عليها بتديها طعم يا سبحان الله. شايفين الخطوة دي؟ انا دي خطوة عندي مهمة، لو اقول لكم الريحة مش تتخيلوها. هبدأ بقى ان انا اخد وانقلهم هنا كده كده، هتتوزع عليها كاملة بالمنظر ده، نفس المنظر ده. شوفوا تخيلوا انتوا لما يبقى لازق عليها السكر والعسل والمكسرات والزبدة، تخيلوا انتوا الطعم هيبقى عامل ازاي. يلا انا هنقلها كلها
وارجع كده. خلاص خلصت احلى طبق مدلوقه بالدنيا كلها، راح تعجبكم صراحه لو تنفذوها، تدعوا لي عليها. هي اساسا طبعا اللوز وكده، بس انا حطها بعد عين الجمل، بيديها طعم خطير خطير. مكسرات، لان هي صراحه اهم شغله فيها المكسرات.